أن العمل هو قيمة الإنسان. صحيح. العمل قيمة الإنسان. الإنسان بدون عمل إن صار طويل وإن صار قصير ما له قيمة، إن صار أبيض أو أسود أو خضر، بدون عمل وبدون سمعة جيدة وطيبة ما له قيمة، ما يسوى شيء. صحيح. ما يسوى شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه كريم يقول الآية الكريمة: فإذا رأيتهم تعجبك ألوانهم كأنهم خشب مسندة. ها بعض الناس تعجبك ألوانهم، صحيح، صدق الله كلامه لمخلوقاته. إذا رأيتهم تعجبك ألوانهم، طول وعرض وجمال، لكن قيمتهم وقيمة الخشب واحد، لا ما في شيء يعني. فهذه الأشياء يجب أن الإنسان الصغير، شوف الولد هذا كم طوله وكم عرضه، سمعت كلامه ها وتعبيراته يعبرها. طيب هذه هبات من الله. والنفس إذا عليت على صاحبها خضعته، وإذا علي هو بنفسه على نفسه لا، هو خضعها وهزعها وعمل بها كل شيء، وعمل بها الصعاب، وعمل بها الشيء الجيد، وعمل بها المجد.